برحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد بناء على طلبكم عشان نتكلم عن الأسبوع الأخير من شهر جون، شهر 6، شهر حزيران 2023، ونتكلم عن مواليد برج الجدي وإيه أهم النصائح والتحذيرات لمواليد برج الجدي الترابي آخر أسبوع من شهر حزيران. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ولو لسه أول مرة تابعوني بليز تعملوا الفولو للشانل. طبعا يا جماعة بعتذر ان انا شكلي تعبان جدا، بس علشان انا يعني لسه موضوع الكلى ما تحلش، ويعني باخد ميديكيشن كتير قوي تقريبا طول النهار نايمة، بس انا حسيت انها مقصرة في شغل الفيديوز وكده، فهزهقكم النهاردة. كمان دعولي عشان عندي النهاردة كشف الساعة 8 مع دكتور مسالك بولية عشان اتشك يعني ايه الاخبار المفروض ان انا اعمل ايه، فالدكتور هو المفروض اللي هيأدفايسني ايه الستبس الصح، فدعولي بقى ان انا محتاجش عملية بليز. الكشف بتاعي النهاردة الساعة 8. طيب تعالوا نتكلم بقى عن برج الجدي لشهر حزيران لاخر اسبوع من اول النهاردة، من يوم 24 لحد اخر الشهر اللي هو يوم 30. اول حاجة خلاص الشمس اتنقلت لبرج السرطان، فللأسف هي في مواجهتك يا برج الجدي. يعني انا مش عايزة اقول حاجة، بس عايزة اقول ان شهر دايما يوليو بيبقى شهر تقيل، شهر ستريسفول بالنسبة لمواليد برج الجدي، شهر مش سهل اطلاقا، فعايزاكوا تركزوا، عايزاكوا ما تضيعوش وقت، عايزاكوا تبقوا ما تسوفوش حاجة، يعني اي حاجة ينفع تعملوها في وقتها اعملوها، ما تأجلوش حاجات كتيرة، حاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي طاقة سلبية، حربوا الطاقة السلبية مواليد برج الجدي. قولوا لي يا جماعة بتتابعوني من مدينة ايه وانتوا برج ايه، لو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو بتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. وكمان قولوا لي بتشتغلوا ايه والساعة عندكم كام، يعني الساعة عندنا دلوقتي في مصر توقيت القاهرة الساعة 6:27. طيب برج الجدي اول حاجة شايفة عندك فترة تغييرات في اللايف ستايل بتاعك، تغييرات في حياتك، يعني الفترة دي هي فترة التغييرات في حياتك، فاستعد لتغييرات كبيرة، تغييرات مصيرية، وتغييرات هتأثر في شكل حياتك، يعني ممكن تتنقل من مكان لمكان، من بيت لبيت، من مدينة لمدينة، يعني من منطقة لمنطقة تانية، عندكم نقلة أو عندكم حدث مهم في العيلة زي خطوبة، جواز، ارتباط، سفر، العيلة كلها مسافرة، وصول مولود جديد، يعني معظم مواليد برج الجدي ممكن يكون عندك مولود جديد بيوصل إلى حياتك، فعندكم حدث عائلي مهم جدا. وكمان عندكم فترة رومانسية، الأسبوع ده هو أسبوع رومانسي، فيه رومانسية، فيه تعبير عن المشاعر، فيه تعبير عن الحب، عندكم رومانسية وحب يا برج الجدي. طيب شايفاك محتار يا برج الجدي، ممكن تكون محتار ما بين شخصين، ما بين قرارين، ما بين اختيارين. كمان شايفاك ممكن تكون محتار ما بين شخص جديد اللي هو الحبيب، شخص جديد ممكن تتعرف عليه عن طريق العمل، او شخص جديد هيبدا يلفت انتباهك وهيبدا ياخد حيز من فراغك من بلس شخص اوريدي موجود في حياتك او الحبيب بتاعك. طيب ايه طاقه الحبيب بتاعك يا برج الجدي؟ انا شايف الحبيب بتاعك مشغول، شكله ممكن يكون تعبان صحيا، ممكن يكون مشغول، ممكن يكون عنده اهتمامات عائليه، اهتمامات بالمال، اهتمامات بالعمل، فالحبيب بتاعك عنده فتره اللي هو عمل، شغل، حركه، فواضح ان هو يعني مشغول جدا، وممكن يكون متضايق او مقرر البعد عنك لانه متضايق منك ان انت مثلا ما بتعبرش عن مشاعرك، او ان انت مشغول عنه، او ان انت مش حاسس بيه، فشايفه الحبيب عنده اهتمامات اخرى، ودي حاجه ممكن تخليك تركز مع شخص جديد. يعني برج الجدي عندكم طرف ثالث، مش سهل ان برج الجدي على فكره يبقى عنده طرف ثالث، بس انا شايفه ان برج الجدي عندكم طرف ثالث. طيب نوايا الحبيب بتاعك، انا شايفه ان هو بيحاول ان هو يبتعد عنك، بيحاول ان هو يقاوم مشاعره ناحيتك، بيحاول ان هو مبينش مشاعره ناحيتك، او ان هو بيعند معاك، الحبيب بيعند معاك، بيكبر معاك، مش عايز يبين مشاعره، او مش عايز يدلق عليك، بس هو بيحبك، ياس بيحبك، وشايفك شخص ناجح، وشايفك شخص اتراكتف وجذاب جدا، بس مش هيبين مشاعره معاك يا برج الجدي. بس فشايفاه ان هو هيحاول ان هو ما يبينش ضعفه قدامك، ما يبينش اهتمامه الشديد بيك، ما يبينش مشاعره قدامك، علشان هو مش عايز يبان ضعيف قدامك يا برج الجدي. قولوا لي يا مواليد برج الجدي بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، لو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، بتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز، برج القوس، برج الثور، برج الدلو، برج الجوزاء، اختاروا برج من الابراج دي، او الحمل كمان بقى لنا كتير ما عملناش الحمل. طيب انا شايفه كمان الحبيب بتاعك ممكن يكون عنده مشاكل ماليه، عنده مشاكل قضائيه، عنده مشاكل صحيه، يعني الحبيب الحالي بتاعك هو مشغول في حياته، هو عنده مشاكل كتير، هو مركز في عيلته، مركز في حياته، عايز يحل المشاكل اللي عنده، فرفقا بيه مواليد برج الجدي.
طيب انا شايفه يعني ان انت في الفتره دي انت كمان ركز على نفسك يا برج الجد، شايف عندكم تحضير للسفر او تحضير لشيء جديد. انتوا عندكم نهايه وبدايه برج الجد، في بدايه مرحله جديده في حياتك، بدايات جديده بتبتديها في حياتك، وشايفه انها بدايه كويسه. فعندكم بدايات جديده، عندكم تغييرات، عندكم فتره انتقال من مرحله لمرحله. فركزوا انتوا كمان في حياتكم زي الحبيب يا برج الجد، ركز في حياتك الشخصيه، ركز في نشاطك، ركز في عملك، ركز في السفر. انا شايفاكم ممكن تسافروا سفره قصيره، وممكن تكون هتكون سفره موافقه ان شاء الله باذن الله. طيب انا عايزه اقول لو احنا هنتكلم عن طاقه الابراج، على فكره يوم 3 النهارده يوم 24 و25 طاقتكم حلوه جدا، عندكم بدايات جديده، عندكم سعاده انبساط، لان القمر موجود في برج العذراء بالرغم من مواجهه الشمس ليك. على فكره الشمس هتفضل مواجهك لمده شهر، من يوم 21 لمده شهر الشمس موجوده في برج السرطان في واجهتك في وشك في الدائره الفلكيه. الا ان يوم امبارح يعني 23 و24 و25 طاقتك فيهم حلوه، 3 ايام مدعومين بالنسبه لك، لان عندك نشاط وعندك حيويه وعندك انطلاقه، لان القمر موجود في برج العذراء فبيدعمك ويدي لك طاقه قويه جدا جدا. فيعني النهارده وبكره كمان طول النهار لحد بالليل استغل طاقه اليوم ده برج الجد. اما من يوم 26 و27 خلي بالكوا كويس جدا، لان القمر هتنقل لبرج الميزان، فده نقطه ضعف بالنسبه لك، طاقتك منخفضه، ممكن تحس ان في عقبات بتظهر لك، مشاكل بتظهر لك. حاول ما تاخدوش اي قرارات مصيريه في اليومين دولت يا برج الجد، يعني بلاش اي قرار ولا بالارتباط ولا بالانفصال ولا انك تسيبي حبيب او ان انت تعمل اي قرار مصيري مش في مصلحتك. يبقى ممنوع اخذ اي قرار مصيري، ممنوع اللي هو العصبيه النرفزه، حد يخرجك بره المود. من اصعب او اضعف الايام بالنسبه لك يوم 26 و27، لان قمر الميزان في اعلى نقطه فلكيه بالنسبه لك، فبيعمل لك عكوسات، تاخيرات، تاجيلات، مودك مش حلو، متعصب، نرفزه، شغل كتير، ستريس، ضغوطات، تقفيل شغل، فتحس ان انت عندكش وقت. فيومين صعبين جدا جدا، ترجع الدنيا تظبط معاك تاني، ويرجع تاني عندكم مساعدات، دعم، سفر، طاقة حلوة من يوم 28 29 و30 صباحا. شايفة ان 3 ايام حلوين جدا، لان قمر العقرب هيدعمك تاني يا برج الجدي، يخلي عندك طاقة، نشاط، فلوس حلوة جاية لك، حد بيدي لك طاقة ايجابية، حد بيدعمك، حد بيساعدك، حد بيقدم لك انرجي حلوة. فعندكم 3 ايام مدعومين جدا، حاولوا ان انتوا تستغلوهم يا برج تستغلوهم يا برج الجد. طيب يبقى عندكم 28 29 30 في مساعدات، في دعم، في كواليتي تايم، تحضير للسفر، طاقه حلوه، بتقضي وقت، عندك نجاحات، عندك طاقه حب، عندك طاقه رومانسيه، طاقه دعم، مشاعر حلوه، يعني مشاعر حاسسها، كيمستري بينك وبين شخص، طاقه حلوه جدا جدا. طيب الحبيب محتاج، حبيب عنده مشكله معاك ان هو مش قادر يفهمك يا برج الجد. الحبيب الحالي بتاعك هو متضايق منك، ان هو احيانا بيحس ان انت بتقرب قوي، احيانا بتحس ان انت بتبعد قوي، فحاسس ان طاقتك مش مفهومه بالنسبه له. فهو بيحبك ياس، بيحبك على فكره ومقتنع بيك جدا، بس هو عايز انت اللي تبتدي معاه، عايز انت اللي تبذل مجهود عشان توصل له. هو حاسس ان هو اللي دايما بيبذل مجهود، هو اللي دايما بيبتدي، هو اللي دايما بياخد الخطوات الاولى. فالحبيب متضايق ان انت مش بتسعى وراه، مش بتحاول معاه، مش بتقدم له الدعم اللي هو محتاجه. فهو حاسس ان هو تايه معاك، او ان هو محتار معاك، او مش قادر يفهمك. انت كمان يا برج انت عندك طاقه حب الاسبوع ده، في طاقه ممكن على فكره تعرف على شخص جديد في العمل او عن طريق العمل، او شخص انت هتشتغل معاه، الشخص ده هيبقى عايز يقرب منك، عايز يعرفك. بس انا شايفاك مشغول الاسبوع ده، شغل كتير ياس، وخاصه يوم 27 28 قلت يومين حافلين بالشغل. بس الحبيب بتاعك الحالي ممكن يبقى بيتقل عليك شويه، مش عايز يتدلق معاك، حتى لو هو هيموت ويكلمك هيبقى مختفي شويه، مش متجاهلك شويه. هو قاصد ان هو يتجاهلك علشان خايف يحس، تحس ان هو معجب بيك، او خايف يحس، تحس ان هو خايف يحس ان انت ان تحس ان هو مدلوق عليك يعني. بس هو عايز يقرب منك، وعايز يحس بطاقه حب معاك، وعايز العلاقه دي تتطور معاك على فكره يا برج الجد. يعني الحبيب الحالي عايز العلاقه تاخد نيكست ستيب، بس عايزك انت اللي تطلب النيكست ستيب، مش عايز هو اللي دايما ياخد الفيرست ستيب. يعني هو مشكلته معاك ان هو دايما اللي بيبتدي، ان هو دايما اللي بياخد الخطوه الاولى، ان هو دايما اللي بيسعى وراك، وانت ما بتعملش اي حاجه عشان تقرب منه. بس هو بيحبك ياس، بس الفتره دي الحبيب عنده مشاكل كتير، يعني رفقا بيها برج الجد، لان الفتره دي مش في افضل فتراته، وممكن يكون عنده مشاكل في عيلته، مشاكل ماليه، مشاكل قضائيه،
مشاكل في حياته، مشغول جدا، بس هو بيشوفك ان انت سبورتيف جدا، بيشوفك كريم، بيشوفك جدع، بيشوفك اتراكتيف، جذاب، حنين، فهو بيغير عليك يا برج الجدي، بيخاف ان حد يخطفه منك. يعني هو حاسس ان انت ممكن اي حد يجي يخطفه منك، وممكن حاسس ان انت ما بتحبوش بالقدر اللي هو بيحبك بيه. يعني الحبيب شايف نفسه بيحبك اكتر ما انت بتحبه، وخايف ان حد يقرب منك. انا شايف عندكم احداث عائليه جديده، عندك حدث عائلي بتستمتع بيه او بتتبسط فيه، زي ما قلت عندكم طاقه خطوبه، طاقه قرايه فاتحه، زواج، بيبي جديد، مولود جديد. بس كمان الحاجه الثانيه اللي عايزه احذر منها، مواليد برج الجدي هو حافظ على اسرارك. خلي بالك ان محدش يفضحك، محدش ما تتكلمش على اسرارك لاي حد، لان ممكن حد يتكلم عن اسرارك او يتكلم عنك، خاصه يوم 27 28. فخلي بالك ما تتكلمش على في حد ممكن يفضحك، في حد ممكن يتكلم في حاجه تخصك، فخلي بالكوا، بعيدوا عن اي طاقه ان انتوا تحكوا عن نفسكوا او تحكوا عن مشاعركوا يا برج يا برج الجد. شايفاك ممكن تقرر البعد، او تقرر ان انت تعمل بلوك لحد، او تقرر الاختفاء عن شخص معين، او ان انت تتهرب من شخص، او تتهرب من حاجه معينه برج الجد. كمان شايفه عندكوا طاقه نصب او احتيال، ممكن شخص يحاول ينصب عليك او يحتال عليك، او ياخد تدفع لحد فلوس يسرقها، تاخد تبقى بتشتري حاجه للشخص اللي يطلع نصاب. فاحذروا من طاقه النصب والاحتيال، وان شخص في اي مكان، في اي شغل، في اي في الشغل، في العمل، في الحياه الشخصيه، في شخص ممكن يكون طماع، شخص حقود، شخص عندكم طاقه حسد قويه جدا. عاده مش برج الجدي، مش الابراج اللي بتتعرض للحسد، بس انتوا عندكم طاقه حقد، طاقه حسد حتى من ناس قريبه منك. خلي بالك من طاقه الحسد يا برج الجدي. شايفاك متعرض للناس بتبصلك في حياتك، عندك يعني فتره كده الاضواء، يعني يوم 23 24 25 حواليك اضواء كتيره قوي، شايف الناس بتبصلك، بصوا عمل ايه، بصوا سوى ايه، بصوا. فاحذر من طاقه الحسد، وطاقه طاقه الحسد قويه جدا جدا، وطاقه العين، يعني عليك عين قويه جدا جدا يا برج الجد. طيب تتعامل ازاي مع الحبيب بتاعك؟ هو لو لقيته بيتجاهلك او بيتقل، انت كمان خد خطوتين لورا، بلاش بقى تجري وراه، يعني اديله وقته، او اديله مساحته، وانت فكر كويس قبل ما تاخد القرار المناسب. الحاجه الثانيه عايزه اقولها، مواليد برج الجدي، بلاش الاندفاع، بلاش اختيارات، بلاش تاخد اي قرار مصيري. هذه الفتره ليست فتره الاختيارات المصيريه، بس انت عندك اختيارين، عندك قرارين، عندك شخصين محتار ما بينهم يا برج الجدي. بس شايفة ان انت ممكن تكون بتفكر تبتدي صفحة جديدة مع الحبيب، او تبتدي بداية جديدة مع شخص جديد ممكن تتعرف عليه. بس الحبيب بتاعك هو كمان عنده مشاكل، او عنده حياته متشقلبة، عنده تقلبات كتيرة، هو برضو مركز في حياته، عايز يحقق فلوس، عايز يعمل حل مشاكله الصحية، يعني هو بيحاول يهتم بنفسه. زي ما قلت خلي بالكم من العين والحسد، يعني ما تتكلمش عن نفسك كتير، ما تتكلمش عن انجازاتك كتير، قوي نفسك، حافظ على طاقتك الايجابيه، وابعد عن اي طاقه سلبيه مواليد برج الجدي. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديك اوبشنز: برج العذراء، برج الثور، برج الدلو، برج القوس، برج طيب حافظ على طاقتك يا برج الجدي، ابعد عن طاقه الكسل، ابعد عن طاقه الخمول والضعف. زي ما قلت، في شخص جديد ممكن تتعرف عليه، تحس بقرب بينك وبينه، ممكن تحس بكيمياء قوية، ممكن يكون شخص جديد، او عندك حيرة ما بين شخصين. طاقة الابراج الظاهرة في حياتك، طاقة برج الثور، طاقة برج العذراء، طاقة برج الجدي زيك، القوس، الميزان، الدلو، الاسد، السرطان، الثور تاني، القوس، العذراء. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، وتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى هاي عمريكو. عمريكو is not feeling good or down today. انا بس جعان. انت جعان؟ طب خلاص هعمل لك اوردر حالا. طيب ثانك يو يا جماعه، اي لاف يو اول، بحبكم، باي باي، مع السلامه، اشوفكم في فيديو تاني. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، واعملوا فولو لو لسه ما اشتركتوش.